السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وأخيرا وبعد طول غياب قرر زكريا بطرس إرسال أحد أتباعه علشان يحسن صورته قدام النصارى بعد نشر الفيديو الأخير بعنوان ردا على تحدي زكريا بطرس هذه هي أكاذيبه بالأدلة من حلقاته. ووضحنا بالأدلة تدليس زكريا بطرس اللي حاول إقناع أتباعه إن عقيدة الثالوث بيعترف بها قرآن المسلمين، وقال إن الثالوث موجود في القرآن وتحديدا في سورة النساء. المهم إن تلميذ زكريا بطرس رد على الفيديو قال أنا مسلم سابق أستاذ اللغة العربية، زكريا بينتقد الإسلام بالمصادر الإسلامية. يمكن أن نتصيد بعض الثغرات من كلامه لكن بنسبة جد قليلة، وهي الأخرى عليها رد: لا تفخري فقد هربتي إلى الدين الخطأ، اسألي من عاش الإسلام ودرسه سنين عددا، أول ضحاياه المرأة بل الإنسانية كلها، تحياتي من المغرب. فخلونا نرد بوضوح وبالأدلة مرة تانية ونشوف هل فعلا زكريا بطرس بيعتمد على المصادر الإسلامية؟ زكريا بطرس طلع في حلقة من حلقاته اللي مضى عليها أكتر من 20 سنة ووجه تحدي العلماء المسلمين وخاصة لأبو إسلام إنه يعطيه مثل واحد لاستشهاد خاطئ من المراجع الإسلامية. وعموما فإني أتحدى لو أعطاني أبو إسلام مثلا واحدا لاستشهاد خاطئ من المراجع الإسلامية فليذكر في أي حلقة تم فيها ذلك، وما اسم المرجع، وما رقم الصفحة، وكما يقولون إن البينة على المدعي. واستكمالا لهذا التحدي يوهم زكريا بطرس أتباعه ومشاهديه أنه بيستخدم المنهج العلمي في البحث وأنه بيعتمد على مصادر إسلامية في كل ما يتوصل إليه. والواقع أن جميع الحلقات مسجلة بالصوت والصورة، وأكتفي بعرض مشهد واحد مسجل لقراءتي من الكتب الإسلامية للرد على قولك أن القمص زكريا لا يقرأ أبدا من أي كتاب من كتب المسلمين. أنا بحب أوي أرجع لدائرة المعارف الإسلامية دي لأنها مرجعية فعلا، ففي جزء 26 وفي صفحة 8186. نعم. أهم مصدر إسلامي كما يدعي هو دائرة المعارف الإسلامية التي أوهم أتباعه من النصارى أن هذا المرجع من المراجع والكتب الإسلامية التي كتبها علماء مسلمين. والسؤال هنا لمتابع زكريا بطرس، هل دائرة المعارف الإسلامية اللي بيستشهد بها أبوكم زكريا بطرس من المراجع الإسلامية؟ وهل كتبها علماء مسلمين؟ الإجابة ستكون صادمة، وإليكم الحقيقة الكاملة. في عام 1998 أي قبل أن يدخل زكريا بطرس إلى قناته الصليبية أو قبل أن تبدأ هذه القناة بثها، صدرت رسالة دكتوراه حول دائرة المعارف الإسلامية بعنوان دائرة المعارف الإسلامية أضاليل وأكاذيب للدكتور إبراهيم عوض، ورسالة الدكتوراه أخرى بعنوان العقيدة الإسلامية في دائرة المعارف الإسلامية للدكتور خالد بن عبد الله القاسم، وصدر عن غيرهما كتابات أخرى في ذات الموضوع، فالمسلمون يرفضونها قبل أن يدري بها زكريا بطرس نفسه، لا أنهم رفضوها بعد أن استدل بها. والسؤال: لماذا يرفض المسلمون دائرة المعارف الإسلامية كمصدر يستدل به على الإسلام؟ تصدر دائرة المعارف الإسلامية عن دار نشر هولندية تسمى بريل، وليست دار نشر إسلامية. ظهرت أول طبعة منها بين عامي 1913-1938 بعدة لغات، ثم ظهرت نسخ مختصرة منها عام 1953، ثم بدأ العمل في الطبعة الثانية عام 1954 واكتملت عام 2005. وقد ذكر ستيفن هامفري
أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة كاليفورنيا سانتا باربارا في كتابه التاريخ الإسلامي إطار البحث Islamic History A Framework for Inquiry ما نصه دائرة المعارف الإسلامية مؤلفة بالكامل من قبل باحثين أوروبيين وهي لا تعبر إلا عن النظرة والمفهوم الأوروبي للحضارة الإسلامية وتناقض هذه المفاهيم وتختلف اختلافا كبيرا عن المفاهيم التي يؤمن بها ويتبعها المسلمون أنفسهم وما ذكر في هذه الموسوعة لا يتفق مع التعاليم والمبادئ الإسلامية للمراجع الإسلامية كالأزهر بل يتناقض معها القائمون على هذه الدائرة هم مجموعة من المستشرقين النصارى واليهود المعروفين بحقدهم على الإسلام والمسلمين مثل المستشرق الهولندي أرنيد جان فنسيك وهو من أشد المتعصبين ضد الإسلام وقد كان عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة وفصل منه نتيجة لمؤلفاته التي هاجمت الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وهذا المستشرق المتعصب هو المشرف على الطبعة الأولى وشارك أيضا في إعداد هذه الموسوعة المنصر والمستشرق الفرنسي لويس ماسينيون وهو رائد الحركة التبشيرية في مصر وقد اشتهر بالعمل على تنصير الأميين من خلال خداعهم بتحوير آيات القرآن الكريم لإيهامهم بموافقتها النصرانية وقد اشترك أيضا كثير من اليهود في تحريرها مثل جوزيف شاخت المستشرق الهولندي وإجناس جولديهر المستشرق المجري وجورجيو ليفي ديلافيدا المستشرق الإيطالي وبرنارد لويس المستشرق الأمريكي وبرنارد لويس هذا من أشد المناصرين لإسرائيل وهو صاحب مصطلح صراع الحضارات الذي أعلنه عام 1990 وقصد به الصراع بين الغرب والإسلام كعدو قادم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وكل كتبه عن الإسلام تدعو إلى محاربته بشتى الطرق واشتركوا في كتابتها قساوسة وعلماء لاهوت ومنصرون مثل القس ديفيد صموئيل مرجليوث وكان قسا بالكنيسة الإنجليزية وعرف عنه التعصب ضد الإسلام وكذلك عالم اللاهوت والمستشرق هنري لامنس وقد عمل بالتنصير في بيروت وعرف عنه الحقد الشديد على الإسلام وكذلك المستشرق جي كريميرز وكتاباته تركز على التنصير ودانكن بلاك ماكدونالد وهو منصر أمريكي عرف بحقده الشديد على الإسلام وتتركز مؤلفاته حول تنصير المسلمين وأنشأ معهدا متخصصا لهذا الغرض وأدوين كالفرلي وهو منصر أمريكي متعصب رئيس تحرير مجلة العالم الإسلامية التنصيرية والتي تهتم بتنصير المسلمين هذه فقط مجرد أمثلة للقائمين على دائرة المعارف الإسلامية التي يستدل بها زكريا بطرس وكل من أراد أن يهاجم الإسلام في الشرق والغرب علشان كده زكريا بطرس مش بيذكر مؤلف دائرة المعارف ولا الدار اللي بتنشرها زي ما بيعمل مع بعض المصادر التانية اللي بيجيبها بيكتفي بس بذكر اسمها وده جزء من كذبه وتدليسه على المشاهدين ودائرة المعارف الإسلامية تعتبر المصدر الأساسي اللي بيعتمد عليه زكريا بطرس في تدليسه والحلقة الجاية إن شاء الله هنشوف المصادر الفرعية اللي بيستخدمها في التدليس ونرجع لتحدي زكريا بطرس اللي ذكره في أول الحلقة وعموما فإني أتحدى لو أعطاني أبو إسلام مثلا واحدا لاستشهاد خاطئ من المراجع الإسلامية فليذكر في أي حلقة تم فيها ذلك وما اسم المرجع وما رقم الصفحة وكما يقولون إن البينة على المدعي وأكيد أبو إسلام رد عليك وكتير من علماء المسلمين ومع ذلك هرد عليك بالأدلة والبراهين ومن فمك ودينك أيها القمص الكذاب أنني لم أقل نص هذا الكلام الذي أتهم به لا تكذبوا على الله روحي لا ما قلتش كده روح قدس بعدين في القرآن يقول لك لا تكذبوا على الله وروحي روح الله وروحه فالروح القدس هو روح الله لأن هل نتصور الله بدون روح روح قدس
بعدين في القرآن يقول لك لا تكذبوا على الله وروحه، روح الله وروحه. ولا يزال السؤال يطرح نفسه على أتباع القمص اللي بيكذب كما يتنفس، أين يوجد هذا الكلام في القرآن الكريم؟ وما زال التدليس والكذب مستمر. خلاص. الجزئية الثانية في كلامي الذي قلت بالحلقة وروحه، فهي تعبير عن معنى ما جاء في سورة يوسف آية 87، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هنا بيحرف في نطق الآية، الآية بتقول روح الله بفتح الراء وتعني فرج الله ورحمته، وليس روح الله بضم الراء كما نطقها المدلس الكذاب. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ايه علاقة دعوة نبي الله يعقوب لأبنائه انهم ما ييأسوش من رحمة ربنا بالآية الجديدة اللي اخترعها المدلس الكذاب وبعد كده نسبها للقرآن؟ واضح انه بيستغل جهل النصارى بالإسلام وبيستخف بعقولهم، فاستخف قومه فأطاعوه. الرحمن على الكرسي استوى، حاجات تاني. يعني مثلا تبص لي في سورة طه يقول لك ايه الرحمن على الكرسي استوى، ناقشناها احنا في الجلسة فاتت يعني. لكن الآية الصحيحة هي الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. ونكتفي بهذا القدر من تدليس زكريا بطرس وكذبه على المتابعين، والحلقات الجاية إن شاء الله هنواصل التحدي ونوضح الاستشهادات الخاطئة والتدليس من حلقات زكريا بطرس. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.